قائد الجيش الإسباني يخرج بتصريحات مثيرة عن المغرب. قال رئيس أركان الدفاع الإسباني الأدميرال لوبيز كالديرون إن المغرب لا يشكل حاليا أي تهديد على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، رغم ما وقع خلال أزمة تدفق المهاجرين السريين نحو سبتة المحتلة ماي الماضي، والتي كادت أن تفاقم التوتر الحاصل آنذاك بين المغرب وإسبانيا. وأضاف القائد العسكري خلال ندوة استضافها نادي سيرلو وفق اليوم 24 أن الخصم الرئيسي للمغرب الآن هو الجزائر، الذي يدعم ميليشيات البوليساريو لدفعها من أجل خلق مواجهة عسكرية بالصحراء المغربية. رئيس الجيش الإسباني أشار إلى أن دعم وتطوير الجيش المغربي لسلاحه لا يشكل تهديدا لإسبانيا ولا حتى لسبتة ومليلية المحتلتين، وذلك ردا على سؤال وجهه زعيم حزب فوكس الإسباني المتطرف خافير أورتيغا، مضيفا أن المغرب لم يظهر في أي وقت من الأوقات رغبته في استعادة سبتة ومليلية. وكانت جريدة الإسبانية الإلكترونية قد كشفت أن السلطات الإسبانية متخوفة من إنشاء المغرب وإسرائيل قاعدة عسكرية لطائرات درون الحربية بمنطقة أفسو التابعة لإقليم الناظور، والتي تبعد عن مليلية المحتلة بحوالي 68 كيلومتر. وذكرت الصحيفة ذاتها أن تخوف إسبانيا نابع من الشراكة الاستراتيجية والأمنية التي تعززت مؤخرا بين المغرب وإسرائيل عقب توقيع وزير الدفاع في الدولة العبرية بيني غانتس لاتفاقية تفاهم مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف اللودي، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطيران الحربي المغربية عبر إنتاج طائرات بدون طيار محليا من خلال إعداد مشروع لصناعتها بالمغرب مستقبلا. نشكركم على حسن المتابعة.